التقى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية اليوم مع عدد من البحارة الذين تعرضوا لاستهداف أرواحهم وأرزاقهم من جانب السلطة القطرية، حيث نقل لهم تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. ويشرفني في البداية أن أنقل لكم تحيات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وكذلك تحيات سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه. ما في شك أن هذا اللقاء أيها الأخوة يأتي في إطار حرص جلالة الملك الله يحفظه وتوجيهاته السامية بإدامة التواصل مع المواطنين ومساعدتهم في حل قضاياهم، وهذا يأتي في إطار الشراكة المجتمعية اللي بيننا وبينكم. كلنا نعرف بأن مزاولة الصيد في المياه الشرقية من مملكة البحرين ما كانت فيها مشاكل وما كانت فيها دوريات مسلحة تهدد البحارة، لأنها مناطق صيد معروفة عندنا جميع ومن زمان، لو بنسميها كثيرة لكن نذكر منها نيوة الرميحي ونيوة المعاودة ونيوة العماري والهيرات اللي تعرفونها أيضا من بالخرب، وعندنا أم العرشان، كثير من الهيرات. لما ننزل أيضا عندنا هيرة بن زيان اللي فوق الديبل، الديبل كان هذه الفشت مثل ما تعرفون هو المكان اللي فيه شوشة بالماي، وكانت السفن تي علشان تزود في الماي. فاستمر هذا الوضع بدون مشاكل حتى افتعلت قطر قضيتها الحدودية التوسعية، لأن من الأمور اللي شملها حكم المحكمة أيضا هذه المياه، نفس المياه اللي كانوا يبحرون فيها أهلنا من قديم الزمان. في الواقع أن حكم المحكمة خالف يعني التاريخ والواقع في هذه المنطقة. أما البحارة استمروا، هذا رزقهم وهذه حياتهم، ما كانوا يتوقعون ما حدث عليهم، لأن كان في لهم استهداف مستمر طول هذه الفترة. وإحنا ذكرنا وبينا ووضحنا الأرقام لما رصدنا بأن في خلال فترة 10 سنوات أكثر من 2000 شخص تم توقيفهم منكم يعني، و650 زورة. ما كان بين هالناس اللي وقفتهم قطر حد مهرب ولا مخرب، كلهم كانوا صيادين يترزقون عيشتهم، ولكن الممارسة في القبض كانت عدوانية وكانت مهينة، وهذا أمر ما نرضى على بحارتنا وعلى مواطنين. اللي فهمته من خلال مراجعة الإفادات بأن في إفادات تبين أن البحارة تم استيقافهم داخل المياه البحرينية، وهذا أمر ما راح نسمح به. لكن أبي منكم أمرين: الاتصال وجهاز التعرفة حتى نقدر أن احنا نكون قريبين منكم، وحتى ما نسمح
بأن أحد يتطاولكم من عندنا ويوصل لكم في مياهنا. من القضايا اللي أنا يعني أتوقف عندها وما ممكن أن حد فيني ينساها قضية البحار محمد حيان الله يرحمه، يعني تعرض إلى مطاردة وتعرض إلى أطلاق نار ولقوه بعد يوم، وفوق ذلك أيضا تم توقيف الجماعة اللي كانوا في الطراد، وحتى تم مصادرة الطراد. يعني هذا الرجل لما ظهر ذاك اليوم رايح يترزق الله، ما كان يتوقع إنه بيلقى هذه المعاملة. وعندنا قضية كلنا شاهدناها وسمعناها أيضا هاليومين في برنامج التلفزيون، قضية عادل الطويل، هاي كانت في 2010. هذا الرجل يعني كيف تم إطلاق النار عليه من قرب وفي مقتل، مثل ما قاله هو بالضبط، كان دقيق لما وصف الأمر بأنها كانت في مقتل، ما كانت في القارب ولا كانت في مكان آخر، كانت في نص جسمه، كان ممكن يروح الريان. في حالات أخرى من خلال مراجعتي للإفادات اللي صارت بيّن أن في أيضا حالات تم عليهم إطلاق النار وياتي في القارب، حدثت إصابة في أحد البحارة اللي موجودين. من اليوم إحنا راح نطبق نفس الإجراء، يكون معلوم علشان نقوم بدورنا لحمايتكم. في الواقع أيها الأخوة، يعني إحنا انتظرنا وأردنا أن تنتهي الأمور على خير، لكنها ما انتهت مثل ما بغينا، ولازم تعرفوا أن من أسباب المقاطعة لقطر التدخل في الشؤون الداخلية، هذه واحد، والأمر الآخر هي قضية الصيادين، حطوا في بالكم هذا الشيء، لأن ما كانت تقوم به السلطات القطرية من إجراءات تعسفية وعدوانية ضد بحارة البحرين أمر ما كنا راضين به، فهذه من أحد الأمور اللي كان لازم نحن نتوقف عندها. والناس تقول ليش مقاطعة؟ حقوق الناس هذه. فأنا بس حبيتكم تعرفون أن أنتوا مو قضيتكم مو بعيدة عنا. ما في شك أن البحر عندها البحرين هو أمر أساسي وجزء من حياة الشخصية البحرينية، وهذا لن يتغير. وهذه المهنة كانت باستمرار محل اعتبار ومحل اهتمام. الوثائق من حياة صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي كلها موجودة، تنظم ارتياد البحر وصيد اللولو من ذاك الوقت. فهذه مهنة بحرينية وبنحافظ عليها. لكن اليوم ودي أن أنا أنقل لكم وأتشرف أن أنقل لكم مضمون كلمة جلالة الملك الله يحفظه للصيادين، ومضمونها بأن حقكم محفوظ وما راح يضيع إن شاء الله، وراح نقوم بالواجب، وإن شاء الله أنكم معوضين.
ويمكن في ختام كلمتي ودي أني أنا أشكر الأخوة رؤساء الجمعيات. عندنا الأخ محمد بن جاسم الدخيل والأخ محمد منصور محمد الدخيل رئيس جمعية قلالي للصيادين، والأخ محمد منصور رئيس جمعية سترة، كذلك عندي الأخ جاسم بن جيران ورئيس جمعية الصيادين المحترفين. لكن اللي وده أنه يتقدم بشكوى ممكن أنه يدون اسمه عند رئيس الجمعية، أو ممكن أنه يبلغ خبر السواحل حتى نقدر أن احنا نأخذ الإجراءات القانونية بما يضمن الحفاظ على حقوقكم. هذا أمر حبيت أن أنا أوصل لكم، وأشكركم مرة ثانية جميعاً على الحضور، والله يوفقنا إن شاء الله معاكم إلى خدمة جلالة الملك وخدمة البحرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.